جعل المسلمين على قسمين: القسم الأول قسم الأقوياء، والقسم الثاني قسم الضعفاء. وقسم الأقوياء على قسمين اثنين، وهكذا أيضا الضعفاء على قسمين، فيحرص على أن يصل الحقوق وعلى أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، لا سيما الضعفاء. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حافظه الله ورعاه في 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام: فما أحوج ملوك المسلمين إلى أن يكونوا حماة للدين ورعاة للمسلمين وأمناء على الحقوق وأوفياء مع الفقراء والمساكين. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الضعفاء سبب لبقاء قوة الأقوياء وملك الملوك وعز الأعزاء وأمن الآمنين. إذا حصل التعاون مع هؤلاء لا يتضح لكم المراد من هذا إلا بضرب الأمثلة التي توضح لكم ما على الأقوياء للضعفاء. حقوق الضعفاء على الأقوياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة حقوق الضعفاء على الأقوياء. حقوق الضعفاء على الأقوياء. اعلموا حفظكم الله أن الله عز وجل جعل المسلمين على قسمين: القسم الأول قسم الأقوياء، والقسم الثاني قسم الضعفاء. وقسم الأقوياء على قسمين اثنين: أقوياء في الدين وأقوياء في الدنيا. أما الأقوياء في الدين فالعلماء والأتقياء، وأما الأقوياء في الدنيا فالأمراء والأغنياء. وهكذا أيضا الضعفاء على قسمين: ضعفاء في أمور الدين وضعفاء في أمور الدنيا، ولكل واحد من الصنفين حقوقه على من سمعتم من الأقوياء. ألا وإن من كان قويا اليوم فقد يكون في الغد ضعيفا، ومن كان اليوم ضعيفا فقد يكون في الغد قويا، لأن الحياة هذه جعلها الله محل ابتلاء وامتحان وتغيير للأحوال إلى آخره. وجعل الله حقوقا عظيمة على الأقوياء للضعفاء. جعل الله حقوقا عظيمة للضعفاء على الأقوياء، فإن قام الأقوياء
بالحقوق التي عليهم للضعفاء، وقام الضعفاء بالحقوق التي عليهم للأقوياء، صلحت حياة الناس دينا ودنيا. وإن حصل التمرد والتلاعب لا سيما من قبل الأقوياء، لو حصل منهم التلاعب بحقوق الضعفاء فهذا مما يجلب اختلال النظام في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. وقد جاءت الأحاديث النبوية فيها الحث العظيم على إعطاء الضعفاء حقوقهم من قبل من يقدرون على ذلك. قد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال القاضي عياض رحمه الله: ومعنى ابغوني أي اطلبوا لي وتقربوا إلي، وذلك بتقربكم إلى الضعفاء وبإحسانكم إليهم وبقيامكم بحقوقهم وإحسانكم إليهم قولا وفعلا. هذا من جملة الشراح الذين ذكروا هذا المعنى، فسمعتم أن معناه من أراد أن يكون بارا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومعظما له ومتبعا لما جاء به، فيحرص على أن يصل الحقوق وعلى أن يؤدي الحقوق إلى أهلها لا سيما الضعفاء. وجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. إني أحرج عليكم، ومعنى أحرج عليكم أحذركم من أن تضيعوا حقوق هذين الضعيفين المرأة واليتيم، فإن هذا يوقع في الإثم العظيم. هذا معنى هذا الحديث. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع. فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا أن أمة الإسلام لن تكون أمة لها شأنها عند الله ولها طهارتها، والمراد بالطهارة الطهارة من الكبر والعجب والغرور ومن حب التسلط ومن حب المنكرات إلى غير ذلك. فمعنى كيف يقدس الله أي من أين يقدس الله من كان ليس على الوجه المرضي لله عز وجل. وهكذا جاءت الأحاديث والأدلة بمثل هذا، وربما لا يتضح لكم المراد من هذا إلا بضرب الأمثلة التي توضح لكم ما على الأقوياء للضعفاء من حقوق تصل إليهم من إعانة لهم ودفاع عنهم ومحافظة على حقوقهم الدينية والدنيوية وأعراضهم إلى غير ذلك. فنضرب بعض الأمثلة. المثال الأول، تعلمون جميعا قصة الخضر عليه السلام التي جرت بينه وبين موسى عليهما السلام. فموسى اتبع الخضر وجاء يطلب العلم على يده من أجل أن يزداد علمه عليه السلام، فرأى من الخضر أشياء فاستغربها موسى عليه السلام، وهذه الأشياء أشياء أوحى الله بها إلى الخضر أن يقوم بها لنصرة الضعفاء وللمحافظة على حقهم وللدفاع عنهم.
فقال الخضر لموسى عليه السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الخضر يدافع عن حقوق المساكين والفقراء، علم أن هنالك جبارا يريد أن يغتصب السفينة حق المساكين، فماذا يصنع الخضر عليه السلام؟ خرق فيها خرقا حتى صارت معطلة، بحيث إذا جاء الملك الجبار ليأخذها وجدها معطلة فيتركها. هذا من أجل أن تبقى السفينة للمساكين. انظروا ماذا بعث الله به الأنبياء والرسل من إقامة الحقوق. وهكذا قال الخضر لموسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الخضر عليه السلام أطلعه الله ألا أن ولدا إذا شب وصار كبيرا بالغا ألا أنه سيفعل بأبويه الأفاعيل مما يلحق بهما من عظيم الضرر، أنه يوقعهما في الطغيان وأنه يوقعهما في الكفر عياذا بالله. فأرسل الله الخضر إلى قتل هذا الغلام من أجل سلامة الأبوين الضعيفين من بطش هذا الغلام إذا صار كبيرا، إذا صار رجلا بالغا. فقتله الخضر، فعلل لموسى لماذا قتل هذا الغلام. موسى اعترض على الخضر: كيف يقتل غلاما، أي طفلا صبيا، ما بذنبه شيء. فبين له الخضر هذا الأمر، هذا كل دفاع عن الأبوين المؤمنين الصالحين ممن يلحق بهما الأذى عياذا بالله. ولهذا نقول الأبناء الرجال إذا صار آباؤهم في مرحلة الكبر والشيخوخة والضعف فهؤلاء صاروا ضعفاء والأبناء أقوياء، فعلى الأبناء أن يقوموا بحقوق الأبوين في حال ضعفهما، وليحذروا كل الحذر من أن يفرطوا في ذلك، وكم مفرطين في هذا الأمر وفي هذا الباب. وكذلك قال الخضر عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فبين له الخضر لما أصلح الجدار. الخضر جاء إلى جدار يكاد أن ينهد فقام بإصلاحه وأحكم إصلاحه، من أجل ماذا؟ محافظة على الكنز الذي في داخل الجدار ليتيمين. اليتيمان أبوهما صالح وقد توفي أبوهما وهذا المال لهما وهو الكنز، فالخضر حافظ على هذا المال حتى يبلغ الأشد ويصير رجلين بالغين، وبعد ذلك يبحثان عن هذا المال من أجل أن يستخرجاه لينتفعا بذلك. هذا من نصرة الضعيف من قبل القوي، أن القوي يحافظ على الضعيف وعلى حقوق الضعيف، وأن القوي إذا رأى من يعتدي على الضعيف قام بصده وكفه ومنعه. هذه من الحقوق التي للضعفاء عند الأقوياء. المثال الثاني: هذا ذو القرنين ملك صالح أعطاه الله الملك العظيم حتى بلغ ملكه المشرق والمغرب،
وبينما هو متجه فإذا به يصل إلى قوم قال الله لا يكادون يفقهون قولا. فلما التقوا بذي القرنين عليه السلام قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني قد تضرروا من فساد يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا يحجز بيننا وبينهم بحيث لا يصل إلينا فنتضرر بوصولهم وباعتدائهم وبغيهم؟ فرد عليهم ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، بمعنى أن ما لكم لكم، وأن ما أعطاني الله من الأموال والملك أنا غنى عن المال الذي ستعطوني إياه. هكذا رد عليهم، لم يطمع في أموالهم ولكنه طمع في نصرتهم وفي الدفاع عنهم. فماذا فعله ذو القرنين عليه السلام؟ قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعينوني بقوة، والمراد بالإعانة هنا أن يعينوه بالرجال الذين يعملون من أجل إقامة هذا الردم العظيم، وهذا الردم أقوى مما طلبوا، طلبوا سدا فجعل لهم ردما أقوى وأشد وأمنع وأنفع وأبقى، وبقي هذا الردم إلى ساعتنا هذه، وسيبقى إلى قرب قيام الساعة، فلن ينهد هذا الردم، ولن يستطيع يأجوج ومأجوج على هده وتخريبه إلا عند الوقت الذي قضى الله وأذن الله بذلك. وهذا شاهد واضح أن هذا الملك الصالح أنقذ هؤلاء المساكين وهؤلاء المستضعفين، أنقذهم من قوم يأجوج ومأجوج، وحافظ عليهم ودافع عنهم بإقامة هذا الردم الذي صار حاجزا بين هؤلاء وبين قوم يأجوج ومأجوج. وهكذا جاء دين الإسلام، جاء دين الإسلام ببيان الحقوق التي للفقراء والضعفاء على الأقوياء. ومن الأمثلة على ذلك ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه خطب بين الناس وقال أيها الناس إن القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق بإذن الله، وإن الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ له الحق. فجرى أن بعض العرب امتنعوا عن أداء زكاة أموالهم، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق الفقراء والمساكين. فقام بقتالهم من أجل أن يبقى حق الفقراء والمساكين معلوما يصل إليهم رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك مما قام به. فقد أقام العدل العظيم الذي يعجز عنه غيره رضي الله تعالى عنه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، هذا متفق عليه. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، فإن شياطين الجن والإنس ليفرون منك. فأعطى الله عمر هيبة عظيمة، علما غزيرا في الشريعة وأحكامها، وأعطاه الله قوة في تنفيذ الحق، قوة في تنفيذ الحق حتى يخاف منه الناس فيعطون الحقوق خوفا من أن يعاقبهم عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن منكم، يخاطب الصحابة، إن منكم من يقاتل
على تأويله، أي على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. فما الذي جرى؟ لما تولى الخلافة علي رضي الله تعالى عنه ظهر في عهد خلافته الخوارج الذين خرجوا على الشريعة وعلى ولاة الأمور، فأولوا الشريعة بتأويلات مستنكرة، فتأولوا بعض الآيات بتأويل أوصلهم إلى تكفير المسلمين، فكفروا عليا ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقاموا بعد هذا التكفير بالتعرض للمسلمين وبالتحرش بهم، يقتلون هذا ويضربون هذا، لأنه عندهم مباح الدم ومباح المال إلى آخره. فقام علي رضي الله عنه وجمع الصحابة وتشاور معهم فيما يصنعه ويفعله في مواجهة الخوارج، فاتفقت كلمة الصحابة على قتالهم، لأن الأحاديث متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قتال هذا الصنف، فقام بقتالهم وأراح الله المسلمين منهم وسلم أمن المسلمين، فقد كان المسلمون في خوف من مؤاذاة أولئك. هكذا قام علي بالدفاع عن القرآن وبالدفاع عن المسلمين حتى يبقى الحق حقا، ويبقى أصحاب الحق قائمين بحقهم، لا يوجد من يؤذيهم ومن يسعى في إفسادهم وفي إلحاق الضرر بهم. هكذا كانوا يغارون على الدين ويغارون على المسلمين ويحرصون على إقامة الحقوق وإيصالها إلى أهلها. وإذا حصل هذا حصل الخير العظيم والحمد لله. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم أن نظام الملك هو علي ابن الحسن ابن العباس، يلقب بنظام الملك، كان مشهورا بالعدل، كان مشهورا بالعدل. فحصل أن هذا الملك مرض، فماذا صنع؟ جاء بالضعفاء والفقراء وتصدق عليهم فعافاه الله، وتصدق عليهم فعافاه الله. هكذا الحرص على التفقد للأحوال، لأحوال الفقراء والمساكين، لا سيما إن كانوا صالحين، لا سيما إن كانوا صالحين. وهكذا لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز جمع العلماء وقال لهم: بماذا تشيرون علي؟ بماذا تشيرون علي؟ فأشاروا عليه، ومن جملة ما قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة غدا، إن أردت النجاة غدا، فاجعل المسلمين، اجعل كبيرهم كأبيك وأوسطهم كأخيك وأصغرهم كابنك، فأكرم أباك وقر أباك وصل أخاك وتحنن على ولدك. هكذا عرفوه كيف يكون في التعامل مع المسلمين، كيف يكون في التعامل مع المسلمين. وهكذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم أن نظام الملك جاء إليه رجلان من العراق من أهل البادية يشتكيان أن أحد رجاله أنه أخذ عليهما 160 دينارا، وأنه كسر ثنية أحدهما. فقام نظام الملك قام باستدعائه وعزله من عمله ورد إليهما المال، ورد إليهما المال. فما أحوج ملوك المسلمين إلى أن يكونوا حماة للدين ورعاة للمسلمين وأمناء على الحقوق وأوفياء مع الفقراء والمساكين. وهكذا أهل العلم وأهل التقى إنهم مطالبون أن يقوموا بأداء
حقوق الناس عليهم، وذلك بالتعليم والإرشاد ونشر الخير بين الناس والقيام بالنصح لعباد الله ما استطاعوا، وإن قدروا على أكثر من ذلك فليقوموا بذلك، فليقوموا بذلك لتصلح الأحوال. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الشريعة الإسلامية والأحاديث النبوية تبين لنا أمورا عظيمة من أمور الإصلاح ومن أمور السعادة والعز ومن أمور الخير والبركة في الناس. روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الأقوياء بقوله: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون أي على أعدائكم، وترزقون أي تنالون المال الكثير وتعطون البركة فيه، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وجاء عند النسائي بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. الفقراء لا سيما إن كانوا صالحين، لا سيما إن كانوا صالحين، فإن انتفاع الأقوياء بهم انتفاع عظيم لا يدركونه إلا أن يقبلوا هذا التشريع وأن يقبلوا هذا البيان من الله، وهذا البيان من رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الضعفاء سبب لبقاء قوة الأقوياء وملك الملوك وعز الأعزاء وأمن الآمنين. إذا حصل التعاون مع هؤلاء والقيام بحقوقهم على الوجه الشرعي، ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن رجلا كان عادلا من الملوك، فكان يقرب الفقهاء وأهل الدين عنده ويستفيد منهم وتعقد مجالس العلم والخير، فقال له أحد الناس، قال له: إنك قد انشغلت عن أمور الرعية بسبب وجود هؤلاء عندك، فلو أنك نحيتهم عنك. فقال له: هؤلاء أركان الإسلام وبهم جمال الدنيا والآخرة، ولو جعلت كل واحد منهم على رأسي لاستقللت ذلك لهم، لاستقللت ذلك لهم. اليوم يا عباد الله انظروا إلى أحوال الأقوياء مع الضعفاء، أحوال لا تبشر بخير، لا تبشر بخير، أحوال تبشر بالمصائب والنكبات والعقوبات من الله والنقمات، إنها تبشر بما لا يحمد عقباه. فإذا حصل أن الأقوياء لم يقوموا بحقوق الضعفاء، إما أنهم استهانوا بهم واحتقروهم واستهزأوا بهم، وإما أنهم انشغلوا عن حقوقهم فلم يقوموا بها، وإما أنهم أخذوا ما معهم كما يحصل من بعض الأقوياء أنه يأخذ ما مع الضعيف، الضعيف ضعيف فيزيده فوق الضعف ضعفا، عياذا بالله. على كل، الأقوياء في العصور المتأخرة إلا من رحمه الله لم يعرفوا ولم يقوموا بحقوق الضعفاء حتى تصلح الأمور. وإذا صار هؤلاء الأقوياء على هذا لم يقوموا بحقوق الضعفاء، فقد يسلط الله على الأقوياء من هو أقوى منهم، ومن يسلبهم ملكهم، ومن يفعل بهم الأفاعيل. إن الله مع الضعيف، إن الله مع المظلوم، إن الله مع المقهور. لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يأمنون أن يتحول الضعفاء إلى أقوياء في المستقبل، فإذا بهم ينازعونهم وإذا بهم يسببون لهم من المصائب والنكبات. ما أن شريعة الإسلام حرمت الخروج
على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فندعو الضعفاء إلى أن يكونوا واقفين مع حدود الله مع الأقوياء، لا يحصل منهم التعدي، وليصبروا. وإن كان الأقوياء يحرمون من أشياء طيبة ينالونها من الضعفاء إن أحسنوا إليهم من حبهم إياهم ومن دعائهم لهم في صلاتهم في ليلهم في نهارهم، يدعون لهم ويجعل الله في ذلك من الخير ما يجعل. وإذا سار الأقوياء على ما سبق ذكره من ضياع حقوق الضعفاء، فكما سمعتم الحياة يذهب انتظامها ويدخل فيها اختلالها. حياتنا الدينية وحياتنا الدنيوية، فندعو كل مسلم إلى أن يؤدي الحقوق التي لغيره عنده، أي كان قويا يؤدي الحقوق إلى من كان ضعيفا، ولا يتساهل في حق الضعيف، لا يتساهل في حق الضعيف. فحقوق الضعفاء لها نبأ عظيم عند الله، لها نبأ عظيم عند الله. فلا يظن من تقوى على الناس بما تقوى عليهم به، لا يظن أنه قد صار كأنه مخول في عباد الله، يفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء ويظلم من يشاء ويقهر من يشاء ويمنع من يشاء. على هذا الصنف أن يتقي الله، فإن الله شديد العقاب، وإن ربك لبالمرصاد، وإن الله يمهل ولا يهمل، يملي للظالم ثم يأخذ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يسر لهم بالبطانة الصالحة، اللهم يسر لهم بالبطانة الصالحة، اللهم يسر لهم بالبطانة الصالحة. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com